وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. يقول الله عز وجل أنهم إيش كانوا يقولون أئذا متنا. هذا إيش الأسلوب هذا؟ أئذا استفهام صح؟ أئذا متنا، لكن ما المراد هذا الاستفهام؟ الاستبعاد والاستنكار أو السخرية، يعني يعقل نموت ونبعث؟ لأن هذه مسألة من المسائل الجاهلية التي كثر ذكرها في كتاب الله عز وجل، إنكار أن الله يبعثهم. ولذلك كلما زاد إيمان العبد بأنه يبعث كلما زاد استقامته، يعلم بأنه سيبعث، إذن سيسأل سيحاسب، في جنة في نار، في حساب في ميزان، في حسنات في سيئات. هذا الذي يحمل الإنسان على الاستقامة. واقرأ كتاب الله وتجد هذا المعنى. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يكذب بالدين ما عنده نية، ما في قيامة، فحمله تكذيبه على على القيامة، وما في قيامة ولا في حساب يوم دين، ما في حساب ما في جزاء. ماذا فعل؟ دعوا اليتيم ولا حظ على طعام مسكين. لماذا؟ لأنه أصلا لا يؤمن بأن في يوم دين، كذب. وإذاك ربنا جل وعلا إذا أمر في بعض أوامر يقول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر. إذا كان عندك إيمان باليوم الآخر فليحملك إيمانك بالله واليوم الآخر الذي سيحاسبك الله عليه أن تمتثل كذا أو أن تجتنب كذا. لكن الذي لا يؤمن بالآخرة أو يؤمن بأن الأرواح تتناسخ في بعض العقائد الزائغة ودخلت على بعض المسلمين، يقول ما في شيء اسمه جنة ونار وحساب، وإنما هذا إذا عملت صالحا واستقامت وأخلاقك حسنة إذا مت تنتقل روحك إلى إنسان طيب ومحترم وغني ومترف ومرتاح. لا كنت سيئا ظالما وتموت روحك تنتقل إلى إيش؟ إلى خنزير ولا إلى كلب وإلى مثل يعني قرد وإلا شوف يعني ما في شيء يسمونه تناسخ الأرواح. تكون صالحا روحك تروح إلى شيء حال أحسن من الحال هذا، تكون سيئا روحك بعد موتك تروح تذهب إلى شيء سيء، حيوان ولا واحد تعيس ولا هكذا. يعني عندهم الفكرة هذه. ما هو الملذ عند المسلمين؟ تستقيم تتقي الله عز وجل تنتقل إلى دار الآخرة إلى نعيم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تسيء في عبادتك تكفر تجحد تنافق تكذب يمين غموس مآلك إلى أن يحاسبك الله ويعذبك. إذن هم يقول لك لا ما في قيامة، في تناسخ أرواح أو في ماذا؟ نموت ونصير ترابا. يقول ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ويكون إنسان ترابا يعني كمصير الحيوان، نسأل الله العافية. فهؤلاء كانوا يقولون على سبيل الاستبعاد والسخرية والاستهزاء أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. كان يقول أئنا لمدينون، نحاسب ندان على أعمالنا نبعث للحساب يبعثنا الله عز وجل. إذا كان كذلك ائتوا بآبائنا الأولين. لا ونحن وآبائنا بعد مش أب ولا أبين، كم واحد الأب والجد وكل هؤلاء يسمون آباء. يعني معقول كل هالأمم هذه كلها سيبعث الله عز وجل؟ هذه مثل فكرة فرعون. ماذا قال لموسى عليه السلام؟ قال فما بال القرون الأولى، يعني جئت لي تدعوني وكذا، يعني لست أول واحد. طيب في أمم ناس كثير قرون هلكوا وذهبوا، مش واقفة علي أنا. ماذا رد عليه موسى عليه السلام؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كلها محسوبة، كلها كلها ذرات. يقول الله كوني فلان فتكون فلانا، الذي خلق أول مرة يعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه. الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إيش الإنسان هذا؟ السماوات والأرض خلقها الله عز وجل، ما يخلق الإنسان وهو الذي خلقه أول مرة. فإنكار هؤلاء لا وجه له، لا شرعا ولا عقلا، أنه إيش يمكن بأن الله سيبعثهم. ومع ذلك هذا كثير وكثير جدا بين مقل ومكثر. بعضهم يعني صريح وواضح بأن لا قيامة ولا بعث، وبعضهم على شك، يشك يمكن فيه يمكن ما فيه. أيضا هؤلاء يتفاوتون. والذي يؤمن بيوم القيامة هل إيمان الناس واحد بعد ولا يتفاوت؟ يتفاوت كثير جدا. كثير من الناس مسلم ويصلي
يأكل حقوق الآخرين أو يظلم زوجته أو أولاده أو جاره أو أخاه أو زميله. طيب مع أنه مسلم يصلي ويسجد ويركع ويؤمن باليوم القيامة 100% يؤمن بيوم القيامة، ومع ذلك لكن إيش يغفل وتضعف نفسه عند المال ولا عند الجاه ولا لأي ظرف ما، لانتقام لحسد لحقد، فكأنه لن يبعث، كأنه لن يبعث. الله عز وجل يقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. فيعني الكافر الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا تستغرب منه يفعل ما يفعل، لأنه أصلا ما عنده عقيدة بأنه سيبعثه الله. لكن العجب في أمر المؤمن، تعتقد وتؤمن بأن الله سيبعثك وسيحاسبك على كل صغير وكبير، ومع ذلك تفعل وتفعل وتصر. الله المستعان. فلذلك ربنا جل وعلا يقول إن هؤلاء دائما يقولون أئذا كنا عظاما نخرة قالوا إذن تلك كرة خاسرة، يقول هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا كثير في القرآن يذكر الله عن هؤلاء إنكارهم.